بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت مقابلة كبيرة الحمد لله، كنظن ان قدمنا واحد النتيجه واحد الاداء اللي كان مزيان، ما يعني ما جابش الله ان نرجعوا للمدينه خريبكه بواحد النتيجه الايجابيه. كنا عارفين ان فريق الوداد غادي يلعب الكل في الكل باش يحقق واحد النتيجه، سيرتو في هذه الاونه اللي كيمر واحد الازمه ديال النتائج. كنحيي اللاعبين على هذا الاداء، باش تسجل جوج هدفين على فريق الوداد في كازا راه ما سهلاش. نساو هذه المقابله ديال اليوم، عندنا مقابله مهمه الاحد المقبل مع فريق الشباب الرياض السلمي، ان شاء الله باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي هي 3 نقاط باش نحيدوا من هذه المراكز الاخيره. لقيتي الورود للجماهير، كيف كان الاحساس ديالك؟ اول مره كنلعب ضد فريق الوداد هنا في مركب محمد محمد الخامس. يعني احساس كان اول مره، يعني احساس زوين. يعني باقه الورود يعني راه شيء عادي انك تقاسمها مع جماهير فريق الوداد اللي غتبقى في القلب وتبقى في الذاكره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.